طبعا اليوم عيده في الصباح قال انه انا مسوي يوم كلاسيك فرنش. ايوه الوجبه الجايه راح تكون كلاسيك فرنش. الاومليت بالطريقه اللي انا سويتها اليوم هذا كان الاومليت الفرنسي الصحيح، لازم يكون لونه اصفر زي الشمس. في المقابل الاومليت الامريكي يكون متحمر شويه، ماخذ شويه لون، بس تقريبا نفس الكونسيبت. الوجبة الجاية راح تكون ستيك أند فخيت أو ستيك وبطاطس معاها صوص فرنسي اسمه صوص بيانيز. راح يكون ريباي أو بالفرنسي هم يقولوا له انتركوت. البطاطس اللي جهزناها من أول راح أقليها معاكم وحتشوفوا كيف. هذا بيف أنجوس أمريكي، الأوصال هذه كل واحدة تقريبا 350 جرام. حنطبخ الستيك في الفرن على درجة حرارة 70 مو 170 ولا 150 ولا 70، في الفرن لمدة ساعة إلى ما نوصل لدرجة حرارة داخلية 55. من 53 ل 57 ميديم رير، وإذا نبغاها ميديم نخليها كمان إلين 60 تقريبا. أكثر من 60 حنبدأ نطلع على ميديم ويل، وطبعا اللي يسوي ناس كتير يخلوها كأنها كفر سيارة يوصلوها 70. فكرة من طريقة الطبخ هذه إننا نطبخ الستيك على رواق مرة، فبالتالي اللحمة تحتفظ بالجوز حقها. راح تلاحظوا هذا الشيء بعدين، في الصينية ما حيكون في موية كتير، اللحمة محتفظة بمويتها، حتبقى طرية ورطبة. في شيء تاني مرة مهم، لما تيجي تطبخ ستيك لا تقعد تدعس عليه بالملعقة ولا بالشيء بالملقاط، برضو عشان نحفظ الموية في جوة اللحم. أما بالنسبة للتتبيل، فلفل وملح على الصينية، حيكون محطوط شوية روزماري وشوية جارليك. عشان يكون الستيك حقك ممتاز أهم شيء إن يكون لحمتك ممتازة. نحن ما نحط اي بهارات عشان نبرز جودة اللحمة ونبرز طعم اللحم. كيف نعرف درجة الحرارة الداخلية؟ عادي، استخدم واحد زي ده ترمومتر يبين لك درجة الحرارة. هو جهاز جدا عادي سهل الاستعمال، تكلفته مو عالية، بس دائما يضمن لك نتائج ممتازة. اللحمة اليوم أنا اشتريتها من مانويل أنجوس أمريكي، في أنجوس أمريكي وفي أنجوس أسترالي وكلها كويسة. بالنسبة للكت اللي أنا أفضلها ريباي، وهي الكت اللي أنا مستخدمها اليوم، في كمان سيرلوين وتندرلوين مرة ممتازة للستيك. بالنسبة للترمومتر، أي محل معدات مطابخ، في محلات في شارع فلسطين، في محلات في طريق المدينة، في محلات في شارع التحرير. بالنسبة للحرارة 70 سلسيوس تساوي تقريبا 125-130 فهرنهايت. أي أحد يبغى يحول يدخل جوجل يكتب سلسيوس فهرنهايت. عشان الصوص هذه كلاريفايد بتر، زبدة سيحناها ودحين بنصفيها. الحين راح نسوي صوص بيانيز اللي هو الصوص اللي حيمشي مع الستيك. حنبدأ عندنا خل وبصل مفروم وفي الصين توم وشوية روزمري، ممكن الواحد ينكه كمان بورق ليمون بعطرة. طبعا حنخفق البيض والخل على حمام مائي. خلاط الكيك كده خلص الصوص. دحين حشرح لكم كيف سوينا، ما قدرت اتكلم عشان انا احب استخدم خل رز غليته مع البصل والثوم والروزمري. المقادير كلها احطها بعدين. دحين نجي للبطاطس، هذه زي ما احنا شايفين خرجناها من الفريزر ناشفه جاهزه، ححطها في القلاية.
تاخذ البطاطس وتحطها في الزيت على 180 لين ما تصير كريسبي. هنا حنسوي طبق جانبي بسيط، عندي تفاح اخضر وبيكون وكبدة دجاج. أتكم إن الستيك هذا ما حيخرج أي موية، تشوف الموية كلها جوة اللحمة، اللحمة جوسي وطرية. هذه شرايح البيكون نحمرها بسرعة، وبعدين طبعا بعد ما نحمر البيكون راح نسوح التفاح على الدهن حق البيكون. بعد ما يتشوح البيكون راح نشوح الكبده، كبده الدجاج على نفس الدهن. كريسبي على الاخر. طبعا لازم الدهن تدخن. تاخذ وش عشان تاخذ هذا اللون البني الجميل. تبدأ شيء ما يبغى له تقليب كثير مرة على كل ناحية عشان ياخذ اللون هذا، يصير نص استوى. صلى الله وبارك. اهم شيء اول ما يخرج البطاطس تملح على طول. بالنسبة للبيكن هذا اشتريته انجوس من مانويل، وكبدة الدجاج اليوم من الدانوب او مانو الاوي سوبر ماركت. كيف تحمير الستيك؟ انه الصاج يكون يدخن. اخذ الستيك الوش على النار، دحين خليه في مرحلة ريستنج لمدة 10 دقائق. هذه الكبدة شوف كيف من جوا بمبا. طبعا الواحد لازم يستثمر شوية ويجيب نوع بلزميك فينيجر محترم. هذا الكرنش حق البطاطس. احب اشكر عيدو على اليوم الجميل هذا، هو تيو على الفود فيستيفال. جاني سؤال عن طريقة الصوص. نحط صفار البيض في زبدية على حمام مائي ونخفق مظبوط، بعدين نضيف الخل ونكمل نخفق، ويكون عندنا برة كلاريفايد باتر او زبدة سائلة مصفرة. نصب الزبدة على الخليط ثين ستريم ونكمل خفق الين ما نوصل القوام المطلوب. في الاخر نضيف فلفل وملح طبعا حسب الرغبة، اذا الواحد يبغى يكون حامض زيادة يزود الخل. طبعا الهدف في النهاية من هذا الصوص قوامه جميل ومناسب للستيك. الاسيديتي اللي في الصوص هذا يعني تسوي بالانس مع قوة الطعم اللي في اللحمة ومع البطاطس. وطبعا هذا الطبق نحن قلنا انه طبق فرنسي، ايوه هذا الطبق موجود في كل مطعم في فرنسا، يعني مو كلها بس يعني موجود في اغلب المطاعم الفرنسية. طريقة الصوص هذا اللي هو صوص ميانيز، وطريقة صوص الكراميل للفرنش توست راح احطهم دحين. في النهاية انا اخترت هذه الاطباق عشان هذه اطباق، كل الاطباق اللي انا عملتها اليوم اطباق نحن ناكلها كل يوم.
أي واحد إذا جاء خارج الصباح يبغى يفطر يبغى يروح يفطر، يعني في نسبة مرة كبيرة يبغى يفطر يا هومليت يا بانكيك، يبغى يتعشى بعدين ستيك. الكلام إنه أيوة أفطر بانكيك أفطر أومليت أفطر فرينش توست كل ستيك ما في مشكلة، بس أهم شيء الواحد يتعلم كيف التكنيك الصحيح عشان يسوي هذا الشيء. الريسيبيز في كل مكان، الإنترنت فيه مليار ريسيبي. في هذا الوقت الطهال الكبار والشيفز الكبار الفظيعين قاعدين بيسخروا وقتهم وجهدهم كله عشان يطوروا تكنيكس جديدة. أنا اللي قاعد أسويه إني أحاول أوصل التكنيكس اللي أي واحد في البيت يقدر يسويه عشان يسوي وجبة لذيذة. حسابي هنا، تابعوني، وأي استفسارات أو أي حاجة كلموني. في النهاية شكرا لكم على متابعتكم، أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا. أقول لكم مع السلامة وGood night. عيدوا عندك المايك.